السلام عليكم. اليوم هنهضر لكم على موضوع ديال الاجهاض. شنو كنعنيو بالاجهاض؟ شنو هما الاسباب ديال الاجهاض؟ شنو هما الانواع ديالو والطرق للوقايه من حدوث الاجهاض؟ هادشي كلشي غادي نديروه في الموضوع ديال اليوم. الاجهاض هو فقدان الجنين في اقل من 20 اسبوع، يعني المراه قبل ما كتكمل 4 شهور كيتفقد التربيه ديالها، هذا هو الاجهاض. فاش كنفوتو اكثر من 4 شهور كتسمى ولاده لطفل ميت، ما كتسماش باقي اجهاض. العلامات ديال الاجهاض هو انه كتجي المراه كتكون حامله، تاكدت من الحمل ديالها بالتحليله او لا بالتلفازه، كتجي فيها شويه الوجع او لا شويه الدم. هذه طبيعه الحال ضروري من الفحص ديالها، وانطلاقا من الفحص ديال عنق الرحم اللي هو فم الوالده او لا التلفازه كنعرفوا النوع ديال الاجهاض اللي جات به. النوع الاول اجهاض مدير او مناس دافورتمون، كتجي المراه عندها شويه النزيف، كنقلبوها كنلقاو فم الوالده باقي مسدود وكنلقاو عندها شويه النزيف. هذه كتحتاج للراحه وكتحتاج بعض المرات الادويه مثبتات الحمل او شي ادويه ضد الوجع، وكتمشي كترتاح وكيتم الحمله بخير وعلى خير. اجهاض حتمي، كتجي المراه عندها نزيف يا شديد يا متوسط، كان بعد الفحص كنلقاو فم الوالده ديالها محلول، يعني اجهاض تدار. هذاك خاصها ضروري تنظيف الرحيم، كيكون الجنين يا توقف على الحياه يا طيح، ديك الساعه كتحتاج للدواء وكتحتاج لتنظيف الرحيم سواء بالادويه سواء بعمليه جراحيه اللي هي الكيختاج، يعني انه هذاك افورتمون كومبليكي، يعني تم والجنين فقدته. كاين اجهاض غير كامل، اجهاض غير كامل يعني التربيه طاحت او لا طاح الجزء منه وباقي واحد الجزء في الرحم، داكشي اللي كيخلي المراه كتنزف واخا انها شافت بانه شي حاجه طاحت منها. ديك الساعات ضروري من تجلس في لوبيتال في السبيطار وخاصها الادويه او تنظيف الرحم بعمليه بالعمليه اللي هي الكيختاج او لا بالدواء. وكاين اجهاض متعفن، فاش كيحدث المراه كتخسر التربيه ديالها وكيطرا كما كيتسدش الرحم ديالها وكيدخل الالتهاب، داكشي علاش كيكون التهاب الرحم مما كيتسبب لها مشاكل اخرى صحيه خطيره على الصحه ديالها. وكاينين كاين اجهاض متوقف اللي كتكتشفوا المراه بالصدفه، كتكون غادا تمشي دير التلفازه ديالها اللي هي ليكوغرافي ديالها، كتقول لها الطبيبه بانه الجنين توقف عن النمو وتوقف عن الحركه، هذه كيتعطاها الدواء في غضون اقل من شهر باش يطيح ليها التربيه ديالها ويحدث الاجهاض بواسطه الادويه باش ما تطيحش حتى هي في مشاكل ديال تعفن الرحم والى ذلك. كاين اجهاض متكرر، كاينين اجهاضات اللي كدوز انابيرسي يعني ما يمكنش تعرفهم المراه، كيدوزوا في بدايه الاسابيع الاولى، هادو كلهم انواع الاجهاض اللي ممكن تعرض لهم المراه. السبب الاول ديال الاجهاض اللي هو 50% الاسباب اللي كتكون سبب الاجهاض هو تشوه في الكروموزومات ديال الجنين. شنو هما الكروموزومات؟ الكروموزومات هما بطبيعه الحال فاش كيتلاقى الحيوان المنوي والبويضه، كل واحد فيهم فيه 23 كروموزوم والبويضه فيها 23 كروموزوم، يعني خاص في الجنين يكون عنده 46 كروموزوم. فاش كيكون الخلل يعني كيكون 47 او لا كتكون 45، يعني هذاك الجنين غالبا مشوه. داكشي علاش من رحمه ديال سيدي ربي داك الجنين ما كيكملش النمو ديالو وكيطيح. راه كاينين بعض العيالات كيبقى فيهم الحال بانهم خسروا ولكن ما كيعرفوش بانه من الاحسن يخسر في الشهور الاولى او لا تم الحمل ديال جنين مشوه بسبب خلل في الكروموزومات. هذا هو السبب الاول والسبب اللي الاغلبيه 50% ديال الاجهاضات. السبب الثاني هو نقص في هرمون البروجستيرون، كاينين عيالات كيكون عندهم نقص في هرمون البروجستيرون، داكشي علاش كيكون عندهم الخطوره ديال الاجهاض. كاين النساء العيالات اللي كيداويو على السكر، السكر حتى هو من بين الاسباب ديال الاجهاض ديال المراه. الامراض الاخرى اللي كتساعد في الاجهاض امراض القلب، امراض الكلي، امراض الغده الدرقيه، الامراض ديال المناعه والامراض ديال الفيروسات بحال توكسوبلازموز وفيروسات اخرين وميكروبات اخرين اللي ممكن ما يخليوش الحمل
يتم الى غايه 9 شهور. السبب الجد جد مهم هو تشوه في الرحم. كاينين تشوهات خلقيه في الرحم، كيكون بعض المرات رحم صغير، كيكون رحم ذو قرنين، يعني كيكون عنده جوج قرون. كاينين تشوهات خلقيه ما كتكونش المراه عارفاهم الا بعد التلفزه وبعد الفحوصات ديال الطبيب ديال النساء ديالها. كاين السبب الاخر اللي هو السبب الاخر اللي هو الادويه اللي تناولات في ديك الفتره، بحال الدواء ديال حب الشباب، الدواء ديال الروماتيزم، ديال الدواء ديال الاكتئاب، كل شيء هاد الادويه كتسبب الاجهاض. الاخر الرئيسي هو فصيله الدم ديال المراه اللي كتكون سالبه وكيكون الزوج ديالها ايجابي، فغالبا كيكون عندها المشكل ديال الريزوس. داكشي علاش العيالات اللي كيحملوا ضروري وضروري ومؤكد كديري فصيله الدم ديالك في بدايه الحمل، باش كتعرفي فصيله الدم ديالك والفصيله الدم ديال الزوج ديالك، باش كتجنبوا حدوث الاجهاض. كاينين مشاكل اخرى اللي كتسبب الاجهاض، مثلا التدخين وشرب الكحوليات، هذاك حتى هو من بين الاسباب ديال الاجهاض. قلنا العمر، العيالات اللي كبرت في العمر اولا العيالات اللي قل من 17 عام كتكون نسبه ديال الاجهاض عندهم اكبر من النساء العاديات. كاين اللي عندهم مشكل في الحوادث اولا السقوط، مثلا في الحمله ديالها طاحت اولا تعرضت لشي ضربه اولا هذا، حتى هي ممكن يطرى لها الاجهاض. او حتى النفسيه ديالها كتكون دازت من شي ظروف خايبه اولا مشاكل اولا كتكون النفسيه ديالها متوترة، حتى هذاك عامل ممكن يساعد في الإجهاض. وكاين سبب آخر باش ما ننساش حتى هو التعرض للأشعة، بحال العيالات اللي خدامات في شي بلاصة قريبة للأشعة ديال الريزو، أو العيالات اللي خدامات في الأشعة بحال ولا دارت الراديو ديال السدر أو شي راديو في فترة الأولى ديال الحمل ديالها، ممكن داكشي يسبب لها الإجهاض. وكيف ما قلنا هادشي كيكون تشوه في التربيه، ربما فيه خير حيت كيكون تشوه ديال التربيه في 3 شهور الاولى بسبب هاد الاشعه، مما كينتج عنه انه ربي كيرحم بالعباد ديالو وكطيح التربيه. هادو هما اغلب الاسباب اللي كتسبب الاجهاض. ونشوفوا دابا الوقايه، كيفاش ممكن نحميو ريوسنا ونتجنبوا حدوث الاجهاض. لتجنب حدوث الاجهاض ضروري نعرفوا الاسباب. الاسباب هذه نعرفوها بالفحص. الفحص كيكون بالتلفزه اللي هي ليكوغرافي سواء العاديه او لا لوندوفاجينال، باش كنعرفوا التشوهات الخلقيه الا كانوا في الرحيم او لا كنشوفوا المشاكل اللي عندنا في الرحيم، مثلا رحم صغير او لا لي فيبروم، الكرات، لي كيست، شي حاجه في الرحيم اللي كتمنع، ولا رحم الا كان رحم عنق الرحيم محلول حتى هو من بين الاسباب ديال لي سافورتومون، يعني الرحم عضله الرحم كتكون ما كتكونش قاده تكمل كتحل في 3 شهور الاولى ولا 4 شهور، فضروري نعقدوا عنق الرحم باش كتتمل الحمله. يعني هاد الاسباب ديال اللي كتعلق بالرحم فضروري من الفحص ديال فحص كلي ديال الرحم ديالنا باش كنعرفوا شنو المشكل اللي فيه. السبب الثاني هو باش نحميو ريوسنا من الاسباب اللي كتكون بحال الفيروسات، بحال التوكسوبلازموز والفيروسات الاخرين ولا امراض المناعه. نديرو التحليله ديال الغروباج اللي هي الفصيله ديال الدم ديالنا سيرتو فاش كتكون سالبه، ونديرو ديال الزوج باش كنتجنبوا المشكل ديال الاجهاض. كاين السبب الاخر هو لي كروموزوم، حتى هما كيكونوا سيرتو عند الناس اللي كيكون زواج الاقارب. تجنب كذلك التدخين، تجنب شرب الكحوليات، تكون تغذيه صحيه متوازنه، شرب السوائل، كنتجنبوا في حاله فاش كنشكوا في الحمله كنتجنبوا لي غاديو، الراديو تسدار، الراديو ديال حوايج اخرين اللي فيهم الاشعه. اهم حاجه باش نحميو ريوسنا من الاجهاض هو اخذ حمض الفوليك. هاد حمض الفوليك كيتخذ على الاقل 3 شهور قبل الحمل. تجربه الاجهاض نفسانيا وجسديا تجربه خايبه، ولكن خصنا نامنوا بالقضاء والقدر، ونقولوا كيف ما قال الله سبحانه وتعالى في القران: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وكنتمنى في هذه الحلقه هذه وفي هذا الفيديو تكونوا استفدتوا معايا ويكون الموضوع عجبكم، ومن اجل الاستمرار ومن اجل نشر المعلومه
شاركوا في القناة ودعموني بالتعليقات ديالكم باش كل مرة يكون موضوع جديد ومعلومات جديدة وباش ننشروا الوعي ونشروا المعلومات لجميع النساء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.